أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. بحمد الله عمت الأمطار مناطق مختلفة بما فيها العاصمة وأجزاء من العاصمة والمناطق الشمالية والشرقية من المملكة. اليوم تبقى فرص الأمطار حاضرة، ولكن اعتبارا من ساعات العصر والمساء يحدث تراجع في الأحوال الجوية من ناحية فرص الأمطار، وتستقر الأجواء بشكل مؤقت خلال 24 ساعة القادمة من مساء يوم غد، من مساء اليوم بمشيئة الله تعالى، وحتى مساء يوم غد على وجه التحديد. درجة الحرارة العظمى اليوم في العاصمة الرياض 27 درجة مئوية. دعونا نتعرف على أحوال الطقس اليوم في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من عرعر 17 إلى 7، سكاكا 19 إلى 8، تبوك 20 إلى 8 درجات مئوية. في المدينة المنورة تكون من 26 إلى 17، في جدة 31 إلى 24، مكة المكرمة 30 إلى 23، وفي الطائف 23 إلى 15 درجة مئوية. جنوب غرب المملكة تبقى فرص الأمطار اليوم حاضرة وتخرجات بحرية ممطرة على السواحل في جنوب غرب المملكة، وتكون في جازان من 30 إلى 26، أبها 20 إلى 12، وفي الباحة 20 إلى 16 درجة مئوية. فرص الأمطار قائمة في الإحساء حتى ساعات العصر، وتكون العظمى 29 إلى 18، في الدمام 29 إلى 20 مع بعض الأمطار، وفي حفر باطن فرص الأمطار الرعدية واردة كما حدث يوم أمس، ولكن حتى ساعات الظهيرة، بعد ذلك تتراجع فرص الهطول وتكون العظمى من 21 إلى 13 درجة مئوية. تحدثنا عن العاصمة الرياض، تبقى الفرص قائمة اليوم من 27 إلى 18، ولكن تتراجع فرص الهطول في ساعات المساء والليل، كذلك أمر في القصيم في بريدة من 20 إلى 12 درجة مئوية، وينقشع الضباب في حائل، والعظمى تكون 18، والصورة الليل القادمة 7 درجات، مع أجواء توصف بأنها شديدة البرودة لمثل هذا الوقت من العام في حائل خلال ساعات الليلة القادمة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.